السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في لعبة جانك يارد سوميليتر أو محاكي التشاليح يا عيال. شكرا أولا على الدعم الأسطوري اللي قدمتوا لي على السلسلة أو على الحلقة الأولى من اللعبة هذه، كانت في فترة الديمو والآن الحمد لله نزلت. مو نزلت اللعبة، لسه حتنزل في 13 أكتوبر. اليوم احنا 8، فباقي لها تقريبا 5 ايام وتنزل باذن الله. رابط اللعبة حتلقونه في الوصف، اللي هو تحطها في الوايت ليست الين ما تنزل وتقدر تشتريها. انا رسلوا لي الشركة كود فشكرا لهم، فرابطها في الستيم حتلقوه تحت. اهم شيء يا قبل لا نبدأ الفيديو، لا تنسون الصلاة على النبي وتضيفني على السناب ولايكك يا وحش، وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وفعل لي جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. بسم الله، على طول ندخل على الجيم على السريع. فالآن على شاشة اللودينج، طبعا أكيد أنهم حيرجعوني من البداية. إحنا في أول حلقة لعبناها طبعا كان توتوريال وأشياء زي كذا، فالآن هذه اللعبة بالطور الكامل. أول كان ديمو، الآن الحمد لله جاتني اللعبة بطور كامل. طبعا ناسي والله أشياء كثيرة. أوكي، جانا اتصال يقول لي رد بحرف الإي. أوكي، أنا اسمي جوني يتوقع. طيب يقول لي إنه فيرست تاسك دور على المسيسوري. طبعا إحنا قد لعبناها من أول فعارفين هو فين، فعلى طول حنضغط هنا تاب. اوكي، اتوقع انه نشغل الكهرباء في البداية. اوكي، لارج ماب. اوكي، حنلقاه هنا طبعا، عارفين يا عيال. اوكي، هذا الماب بالكامل. طبعا في طور شو اسمه، وشو هيد ذا كمبيوتر. اوكي، حلو حلو، لازلنا يا عيال متذكرين. طبعا اتوقع اني نزلتها قبل شهر تقريبا هذا الكمبيوتر، فالان حيبدا يشرح لي كيف استخدم، كيف اشوف الشروحات، كيف الاشياء ذي. اوكي خلصنا، الان حيقول لي روح نظف. ممتاز جدا. اللعبه فيها طرق كثيره لربح الاموال. فا اوكي تمام، كيف اشيله؟ فاهمين فاهمين والله فاهمين. اتوقع انه اقدر احطها في شو اسمه، اوكي بالشكل هذا. نشيل وبعدين نحطها على طول في شو اسمه. اوكي، يقول لي فل في الحقيبة. طبعا الحقيبة عندنا فللت. الان كيف افتح الحقيبة؟ نسيت يا عيال كيف افتح الحقيبة. اوكي، الحقيبة نفتحها بالبي. الو، هذا ليش ما صار كذا؟ الو، ايش صار؟ ليش ما يرمي هذا؟ ولا كذا الرمى ولا ايش السالفة؟ ما ادري. المهم خلينا نرمي. الان اتوقع رمينا كل شيء، طلعنا لفل اب. لازم اشيل الحقيبة على اساس اقدر اتحرك. طيب احنا الان خلصنا. طبعا زي ما تشوفون على الماب تحت على اليمين طالع لي مكان العمل اللي المفروض نتوجه له. هذه الاشياء يعني كلها سويناها احنا في الحلقة الاولى، فبنعيدها. بحاول انه انا اسكبها على السريع يا عيال على اساس نبغى نشوف شيء جديد. طبعا اول شيء يقول لي اضغط اي وانقل السياره. يا اخي حس صوت الموسيقى جدا عالي. اوكي، الان اتوقع خفضنا صوت الموسيقى شوي. الان يقول لي اضغط اي على اساس نشيل الرافعه، ولازم نرفعها من السياره بالشكل هذا. اوكي، بعدين تطلع للقوة الخارقة على اساس نشيل الماكينة هذه ونسوي لها كذا، نعلقها. طيب الان السيارة جاهزة انه احنا نسوي لها جاربج، او انه احنا يا عيال نوديها يا عيال على المسلخ. لازم نكبس السيارة يا عيال. اوكي، لسه قاعد يسولف. اوكي خلص الان. طبعا كالمعتاد احنا من اول عارفين الشيء هذا، وبكذا يا عيال نكون شلنا السيارة. والمفروض اولا نوديها على المكبس. فا اوكي، ار اتوقع نقدمها على قدام، نعطيه ار زيادة وننزل. لا زال يبي له ار. اوكي كذا نزلت، ونفك الشيء اللطيف هذا ونوخره على جنب، وبعدها يا عيال نضغط تاب على اساس نحول على الماكينه الثانيه. يقول لي اول شيء اس نزل المكبس العلوي، وبعدين اي نكبس، وبعدين حنرجع من الجهه الثانيه ونخبز ام 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 ما يا عيال بالشكل هذا. اتوقع كذا
صارت جاهزة أو صارت كومة خردة. طبعاً نقدر نطلع فلوس من الزبالة الله يكرمكم، ونقدر نطلع فلوس من الخردة ومعالجة الحديد. يعني في أشياء كثيرة نقدر نطلع منها فلوس، الشيء هذا ممتاز. أوكي شلناها الآن، أتوقع أني لازم أرفعها بالشكل هذا ونلفها. أوكي بالشكل هذا، والله يا عيال إني أسطورة، والله إني أسطورة. طيب كيف ننزل الآن؟ يقول لي إيه عشان تسوي خروج. طيب إحنا خلصنا المهمة الأولى الآن بنجاح. طبعا حسيت برضو صوت الموسيقى شوي عالية. يقول لي الآن أفتح التابلت. اوكي هنا المفروض انه احنا نشوف الاشياء ونقدر نسوي ابجريد يا عيال. فلو سويت ابجريد شوفوا الاشياء اللي انفتحت لي. طبعا الاشياء هذه ما كانت موجودة في الديمو، ففي عندنا اشياء كثيرة يا عيال نقدر نطورها. ما اتوقع ان عندي شيء اقدر اطوره الان، صح؟ ما اتوقع. لو ضغط مثلا على هذا سويت له ابجريد، ما عندي عيال لسه. يبغى لنا نجمع بوينت ونجمع ونلعب في اللعبه على اساس نقدر نوصل للمرحله هذيك. اذكر انه كان طالب مني اختار نوع معين من السيارات. اوكي هذه السياره اللي حاط لي عليها صح، اللي هو اتوقع السطحه، ونسوي لها سلكت ولا مو الان؟ اوكي اتوقع انه مو الان. في طريقه المفروض نفتح فيها التابلت بس ناسيها يا عيال. اوكي المفروض الان اسوي لها ريست، بس كيف نسوي لها ريست يا عيال؟ والله نسيت، والله يا عيال ما عرفت اسوي لها ريست. اوكي الحمد لله على السلامة، اخيرا ضبطنا لها ريست يا عيال. بس ليه راحت؟ الو 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 يا عيال انقذوني يا الله. طيب المفروض اني انا اسوي لها. اوكي فهمت الان، لازم احدد الاريا اللي اسوي لها ريست فيها. بعدين كذا اقدر اسوق واقدر اسوي اللي انا ابغاه. فمثلا خلينا نوقفها هنا. محدد لي هنا، اضغط يقول لي بي. طبعا فيها انفنتوري لكن فاضي ما في شيء، فخلينا نخليه ذا الحين. يقول لي اضغط رقم 1 على اساس تفتح التابلت. ومن التابلت تضغط تاب وتقدر تبيع الأشياء. يعني السيارة اللي سوينا لها جاربج الآن نقدر نبيع أجزائها. فالآن أتوقع احنا بعنا كل شيء. طبعا ما دققت في الأسعار لأن هذه من المهمات اللي في البداية. طيب الآن look at upgrade station. أيوة الآن جت مرحلة الأبجريد يا عيال. فنضغط اي ونشوف ايش اللي يبغانا. انا اتوقع انه ما هو هنا، مو السيارة هذه، اتوقع عند هذه، ونسوي له سيلكت صح. اوكي نخليه سطحة يا عيال. فاتوقع انه كذا صارت اللي عندنا صارت سطحة. اوكي هذا ايش؟ ما ادري ايش، بس طالب مني انه انا اسوي ابجريد. اوكي سوينا ابجريد. الان لوكيت وورك ايش؟ بس والله يا عيال شكل الماب، شوفوا يا عيال يا اخي جامد، يطلع لك صورة المبنى وانت وين، شكله يا اخي جدا اسطوري. المفروض ان الان اروح في السطحة هذه، المفروض اني اروح في السطحة هذه الى مكان يكون فيه سيارة صح؟ صح يا عيال؟ ايوه شوفوا السهم محدد لي في الماب انه انا اتوجه الى السيارة اللي وقفنا عندها في الحلقة اللي فاتت. لا الحلقة اللي فاتت ما وقفنا عندها، الحلقة اللي فاتت كملنا ورحنا جوا يا عيال. فاتوقع ان هذه هي السيارة ان ما خاب ظني. نرجع لها بالشكل هذا وبعدين ننزل ونحددها. اوكي اتوقع كذا نقدر نشيلها الان. اوكي شلنا السيارة الان، ممتاز جدا. اللعبة جدا رايقة، حتى فيها منظور داخلي للسواقة والله اللعبة يا عيال جبارة، مرة حلوة. المفروض ان الان اوقف السيارة في المكان المطلوب. اوكي وننزل من السيارة وبعدها نجي هنا. اوكي ايش هذا؟
ما ادري ايش، بس ابغى انزل السياره. طيب هل نقدر ننزلها من هنا؟ خليني اشوف. اوكي نزلنا السياره، المفروض الان على طول نوديها على مكان المكاين، ومن المكاين يا عيال نشيل الماكينه حقت السياره بالشكل هذا. اوكي تمام، المفروض نشيل الماكينه الان ونحطها على جنب هنا بس، لان بعدين نقدر نشيلها في الجمس ونجددها. فخلينا نرجع السياره ونرجع يا عيال نسوي زي اول، نشيل السياره ونوديها على مكان طحن السيارات ونخلص الشيء هذا ونرجع لكم، لان هذا الشيء انتم شفتوه، نبغى نشوف اشياء جديده، فخلوني اوديها هناك وارجع لكم. طيب احنا الان خلصنا، فالمفروض اللي يصير نضغط رقم واحد ونضغط على تاب ونبيع الاشياء اللي سويناها، يعني الخردة اللي سويناها يا عيال لازم تنباع. المشكلة ان الفيس كام ما ادري وين اوديه، دقيقة اتوقع هذا انسب مكان للفيس كام. طبعا من هنا يا عيال نبيع، فبعنا الاشياء الان. هل لازم نرجع سيارتنا ولا ايش؟ خلينا نضغط تاب ونشوف. لازال محدد لي انه لازم اروح اجيب، اتوقع انه راح اجيب سيارة ثانية، فلازال عيالي محدد لي في الماب انه في سيارة لازم نجيبها. اوكي نجي مع الجسر هذا، اي والله اني توني اتذكر يا عيال في باقي سيارة بعد الجسر يا عيال لازم نروح نجيبها. اوكي يا عيال هذيك السيارة، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. طيب المفروض اني اكون ادق ريوس بالشكل اللطيف هذا لين ما ندق فيها. اوكي والان نضغط عليها بالشكل هذا ونقدر نشيلها باريحيه. اوكي قاعد يسولف. الان لازم يا عيال نرجع السياره الى نفس المكان، طبعا واصلين ليفل 5 ومعنا 7000، فالشيء هذا جدا ممتاز. اوكي حسيت اني دخلت بسرعة، حسيت اني دخلت بسرعة، ما ادري ليش احس فجأة الشاحنة صارت خفيفة يا عيال. اوكي لازم نوقف في المكان هذا وننزل وننزل السيارة هنا. اوكي عطني اي وانقل لي السيارة وانقلها. هل اقدر انقلها يا عيال؟ اوكي ما اقدر انقلها. اوكي هذه بدون ماكينة يا عيال، يعني ايزي على طول على الخبز يا عيال، على طول نشيلها، بس هذا ما ادري ايش فيه. اوكي يا عيال حنرجع على نفس الموال، نشيل السيارة ونوديها للش اسمه. اوكي نشيل السيارة ونوديها على مكان تكوين الخردة. اوكي بالشكل اللطيف هذا اتوقع انه يبيلها شوي قدام. اوكي اوكي يا مدير، وحول بالتاب وابدا يا مدير اخبز. ابدا يا مدير، انا احب يا اخي احب الاشياء هذه، يعني تقول لي صلح ما اعرف اصلح، اخرب اخرب لك، ابشر التخريب لعبتي. التخريب لعبتي، جيب لي لعبه اصلح فيها ما اعرف، جيب لي لعبه اخرب انا جاهز يا عيال. فبالشكل هذا نفس ما سوينا في السياره الاولى، نسويها لجاربج وبعدها نحول بالتاب على الماكينة هذه الثانية ونقول له لازم اقرب. اوكي ليه؟ اوكي الحمد لله انها مسكت. وبعدها ودي اوكي هل حتدخل؟ يب. اوكي نزل يا مدير، يا هلا يا هلا يا هلا يا عيال. اخي احب الفلوس يا عيال، احب الفلوس من الاشياء السهلة. فخلينا نضغط رقم واحد ونروح. اوكي جايني انتر، وشو ذا؟ بريس انتر، هذا انتر. الو وقفل التاب، قفل. ولد 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 ايش صار؟ والله جاني شيء كان المفروض اني انا اضغط انتر بس ما ادري ليش ما رضي يضغط. فخلينا نبيع الاشياء. طبعا الخردوات هذه معروفة، اتوقع فيما بعد الخردوات اللي نطلعها حنقدر نعالجها، حيصير في شيء افضل من كذا يا عيال، لكن لحد الان ما ندري. الان محدد لي على المكاين، الشيء الغريب انه انا عندي ماكينتين بس حط لي ماكينه واحده،
فالآن الماكينة هذه تنباع لي ب740، بس ما راح أبيعها يا عيال، فأقدر أخليها في الانفنتوري. أوكي أقدر أخليها في الانفنتوري، ممتاز. بس في ماكينة ثانية وينها؟ أوكي ما أقدر أدخل بال بالش اسمه هناك. طيب يا مدير أنا منزل ماكينة ثانية هنا، وينها؟ ألو خشوف يا عيال، حتى ما هي موجودة في الانفنتوري، وين راحت يا عيال؟ في شيء غريب هنا، أقدر أحط الوستابر ما أدري إيش، وهنا أقدر أحط بلاستيك، فمحددي لي الأشياء اللي أرميها، البلاستيك وين وذا وين. أوكي يعني ممكن الوساخة لو جبتها وحطيتها هنا، البلاستيك مثلا أحطه هنا، يصير إنه يعني يصير إنه الله يذكرني شهادة ينباع، ما أدري، لأنه قالوا لي إنه تقدر تطلع فلوس من الخردة، بس كيف ما أدري. الآن لما نضغط على التاب أكيد حيوجهنا على مكان الريبير اللي هو هنا، الورشة حقتنا المتواضعة. يا ساتر يا عيال، أنا كنت أقدر أدخل الجمس أول، ليش الآن ما أقدر أدخله؟ شيء غريب يا أخي. طيب المفروض أني أنا أحط الماكينة هنا صح؟ المفروض. أوكي حطينا الماكينة هنا، نشيل البي. أوكي الماكينة الآن انحطت. الآن أول شيء توقع نبدأ نسوي لها صنفرة، أتوقع إن ما خاب ظني نبدأ نسوي لها صنفرة بالكامل على أساس نشيل الأوساخ منها. أوكي يا عيال الآن كملت. إيش بعد الصنفرة؟ ما أدري صراحة إيش بعد الصنفرة. هل هذا ممكن؟ ولا هذا لسه بدري؟ لا أتوقع أن هذا لسه بدري يا عيال. أوكي يا عيال قاعد أرشها الآن، وأقدر أضغط إتش مثلا وأشوف الأماكن اللي يحتاج لها رش بالشكل هذا. أوكي 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 حلو حلو. أول ما كنت عارف سالفة الإتش اللي يطلع لي وين باقي عساس أرش أو أصنفر أو شيء. أوكي أتوقع أنها جاهزة الآن صح؟ ولا لازم أرشها وجه ثاني؟ ما أدري، بس ممكن إنه إحنا في باقي عندنا هنا جهاز، بس ما أدري حق إيش هذا، خلينا نجرب. أوكي المفروض إن نستخدم الجهاز الثاني هذا بعده على أساس يرش اللون هذاك أساس، وهذا أتوقع إن اللون المطلوب. أوكي كملت يا عيال. أضغط تاب يقول لي رد. أوكي هذا حيشتري مني الماكينة بسعر 1453 بعد التجديد طبعا، ف الله يبارك لك الله يبارك لك. هنا ايش؟ ايش هذا؟ ما ادري والله ايش هذا، بس اخليه. اوه اقدر اشرب عصير؟ قول ب 12 دولار سلامات. يقول ذيس مكاز لوكيد، يقول لي ان هذه مقفولة، فالظاهر انه يبي لها وقت على بال ما افتح الشيء هذا. اوكي عيال محدد لي على هذا، يعني اقدر اجدد حتى اثاث؟ والله عيال الظاهر حتى الاثاث اقدر اجدده، فهذا ايش يحتاج؟ اوكي شكله يحتاج بويا يا عيال في البداية، فخلينا مثلا ناخذ هذا ونشوف هل قبل. لا هذا ما يقبل، هو ليته يطلع لي التول يعني ايش اللي يحتاج. اوكي يحتاج البخاخ هذا، حلو طلع يطلع لي التول، بس انا مضيع يا عيال، يحتاج لها تنظيف. اوكي والله يا عيال اللعبه دايم مره اسطوريه، ما توقعت الاشياء هذه، لان شو اسمه في نسخه الديمو ما كانت موجوده اشياء زي كذا. اوكي خلصنا، الان يقول لي خذ هذا ولازم نسوي لها صنفره. اوكي قاعدين نصنفر الخشب يا عيال. اوكي حلو 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 وخلصنا. طيب بعده ايش؟ بعده طالب مني البخاخ هذا، توقع هذا بويا، يعني يا عيال نقدر نجيب اي قطعة اثاث من اللي عندنا ونجددها، الشيء هذا بيكون ممتاز جدا، يعني نقدر نطلع فلوس من اكثر من مكان. نايس يا عيال
والله اللعبة يا عيال اسطورية، اقسم بالله اسطورية. لك الحرية، اوكي هذا دائما يشتري مننا ولا ايش ابو كرشة؟ ها يلا شيل بالعافية. اوكي الان يقول لي get the car، اتوقع انه الان نروح نشيل سيارات بما انه حط لي السطحة جاهزة. ولا لا get the car هنا اي وين رايح انا؟ نسيت السيارة اللي هنا. اتوقع انه الان جاء وقت السيارة هذه، اتوقع انه هنا ما له دخل. اضغط هنا اوكي واطلع الماكينة صح؟ اوكي هذا ايش؟ ما ادري، طالع لي رقم وحتى ما اقدر احركه، اقدر بس اسوي ابلا. ايش صار؟ اوكي ايش هذه الاشياء يا عيال؟ هل لازم نفكك السيارة؟ اوكي نفك الاغراض يا عيال، والله زي ما توقعت انه يا عيال نشلح السيارات نبيعها قطع. اوكي بس انه يبغى لك يعني تفهم ايش القطعة الاولى اللي لازم تنفك، وبعدها ايش القطعة الثانية، وبعدها كذا فهمتوا؟ اوكي هذه الكشافات شيل. اوكي هذه لسه ما تنشال، يبغى لك ايه تقعد تضغط لين ما تعرف ايش اللي ينشال. اوكي يا عيال اقدر اسوي هنت. اوكي عطني طيب الهنت وين راح. اقدر اسوي هنت يا عيال يعلمني ايش اسوي في البداية. اوكي المفروض اشيل هذه صح؟ اوكي اول شيء نشيل الحديدة ذي، المشكلة انها صغيرة يا اخي ما تنشاف. اوكي وش الهنت الثاني؟ اوكي بدينا نشلح الكبوت. اوكي ممتاز جدا، الان صار يعلمني الاشياء اللي اقدر اشيلها. داخلية السيارة اتوقع لسه شوي، خلينا نشيل الاشياء هذه بالكامل. ايش هذا؟ الصدام الخلفي ولا؟ اوكي هذه احزمة ماسكة توقع الصدام الخلفي، خلينا نشيلها ونشيل الصدام. الشكمان اتوقع ما حاقدر اشيل. يا عيال اقدر اشلح السيارة بالكامل. عطني هند طيب ايش اللي بعده. اوكي قاعدين نشلح يا عيال. طبعا يا عيال اللي تحط عليه الماوس يعني شوفوا يا عيال، هذا جانب اللون البرتقالي، لازم يقول لي اول شيء تشيل الغطاء اللي فوق، الغطاء اللي فوق لازم تشيل الهوز هذا. اوكي فزي كذا اللعبة. لا والله طلع عكس. اوكي لازم نشيل هذا، توقع الجهة الثانية حيكون فيها قزوز. اوكي اوكي لازلنا ما نقدر نشيل الريديتر، كيف نشيله؟ اوكي كذا نقدر نشيل الريديتر. طيب ايش بعده؟ هذا اوكي خلنا نضغط اي على اساس يعطيني هنت. اوكي الاشياء هذه لازم تنشال. الان اقدر اشيل الماكينة، حلو شلنا الماكينة ونبدأ عيال بالشكل هذا نشيل الاشياء بالكامل. نايس يا عيال، حتى الكفرات اقدر اشيلها بس لازم افك المسامير الصغيرة ذي. اوكي اوكي والله يا عيال صعبة المسامير، اقسم بالله صعبة. حلو طلعنا اول، ها يا عيال اطلع الكفر وبعدين اطلع الجنب، سلامات كيف كذا؟ الكليبر الهوب اوكي ايش في كمان نقدر نطلعه؟ هل اقدر ازوم؟ حلو اقدر ازوم وانا ما ادري. اوكي خلينا نشيل الاشياء هذه بالكامل. اوكي هذه من وين نقدر نشيله؟ اتوقع يا عيال كذا خلاص ما عاد باقي شيء في السيارة هذه، خلينا نسوي هنت. اوكي باقي بس هذا، ايش هذا؟ هذا حق تانك البنزين صح؟ اوكي لازم نفك الغطاء حقه من برا وبعدين نشيله. هل بقى القزازة الخلفية يا عيال نسيناها. اوكي شيل. ايش في باقي؟ ايش ذا في الطبلون؟ ايش هذا؟ اوكي الشماسات اللي فوق يا عيال حرفيا كل شيء لازم تشيله، السماعات كل شيء ينباع. هند يا عيال القفل حق الشنطة ايش فيه؟ خلاص ما عاد باقي شيء صح؟ ايه خلاص ما عاد باقي شيء يا عيال، كيف نطلع ذحين من ذا؟ اتوقع ايه وين السيارة؟ يا ساتر يا عيال شلحناه بالكامل.
بالكامل شلحناه. طيب هذا ايش؟ اوكي ما اقدر اسوي شيء. يقول لي مقفول. حتى اللي جوا هذه التلفزيونات والاشياء هذه ما اقدر اسوي فيها شيء. ما ادري يا عيال. يقول لي اوقف المعاينه وخذ قطعه من المنصه. ايش؟ ما ادري. هذه ما اقدر ارش فيها ولا شيء. هل القطع جتني هنا ولا لا؟ لا والله ما جتني هنا. هل هي في الحقيبه؟ لا توقع ان بعناها على طول يا عيال. هذا اوكي. هذه قطع السياره يا عيال هنا. هذا الكبوت وهذه. اوكي 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 اوكي. طيب هل انه انا اروح انظفها وابيعها؟ اذا كان كذا بيكون جدا اسطوري. طبعا اول شيء لازم صنفره للقطعه هذه. اوكي ناخذ الصنفره. اوكي خلصنا الصنفره. الان يقول لي رش شو اسمه هذه. فخلينا نرشها بالشكل هذا. اوكي كمل. ايش اللي بعده؟ نروح للشيء اللطيف هذا. اوكي عطني نرش شو اسمه الحواف. اوكي كملت يا عيال. طيب اقدر اشيله الان. بس ايش اسوي فيه؟ صار سعره 35 دولار. بس ايش نسوي فيه؟ ارجعه مكانه يا عيال. هل بنجدد القطع ونرجعها في السيارة ولا ايش؟ ماني فاهم يا عيال. طيب احنا الان جددنا بابين، والظاهر انه لازم نجدد باقي القطع بالكامل. يعني open door or trunk and start the search. كيف؟ هل اقدر اسوي سيرش؟ اوه لقيت سيفي ب7000. دقيقة شفل ب34 دولار. ايش كمان؟ خلاص كذا صح؟ يقول لي ايه كوايت. اوكي خل نبحث. والله ايش في هنا؟ سبيكة الذهب ب8000. اوه يا عيال ايش اللي قاعد يصير؟ ايش في كمان؟ اعطوني مشكلة ما اشوف شيء. هل في باقي شيء؟ لا خلاص هنا اتوقع خلصنا. الظاهر يا عيال انا تحمست في التفكيك شوي. الظاهر اني تحمست في التفكيك شوي. بعد نضغط اتوقع ايه على اساس نطلع نقدر نبحث هنا قدام في الماكينة. لا اوكي قدام الماكينة بس نصلح. اتوقع خلاص اخذنا كل شيء. والله اخذنا شيء طيب يا عيال. يقول لي our processes must be completed 100%. بروسيس؟ ايش يقصد في بروسيس يا عيال؟ هل لازم الان نرجع نجيب القطع هنا؟ طيب اصبر هذه نظيفة ما اقدر اشيلها. خلينا نشيل طيب الكبوت ونوديه نشوف. تجربة يا عيال، هذه اخر تجربة يا عيال. توقع كذا قربنا نخلص من الكبوت ونشوف هل يقصد انه نعالج القطع كلها 100% ولا ايش بالضبط. اوكي خلصنا منها. طيب بعدين اوديها هنا. لا مو هنا. دقيقة خلينا نشيلها ونضغط اي وبعدين نضغط اللي هو بي ونطلع هذا. اوكي هل مثلا يتعلق هنا؟ اوكي انقل الاشياء هنا. شوف صار واحد هنا بس انه تحت ما اللي هو 15 شيء ما جتني يا اخي. المهم يا عيال هنا اتوقع وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى انها نالت اعجابكم. طبعا ساعدوني يا عيال في الشيء اللي تحت هذا. ايش اللي طالب مني؟ طالب مني باقي 3 اشياء انا ما سويتها، لازم اسويها كومبليت 100%. بس انا ماني عارف هذه 3 الاشياء ايش. فاكتبوا لي تحت في التعليقات وساعدوني على حل الشيء هذا. وباذن الله في الحلقة القادمة بنكمل يا عيال. ان شاء الله انه اللعبة ذي اذا جاء عليها دعم بنختمها. هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى انها نالت اعجابكم. نشوفكم على خير. في امان الله.